صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في اولى حواراتنا في هذا الصباح. طبعا القاهره، احنا هنتكلم النهارده عن القاهره. القاهره لو جينا نشوف لعمرها الحقيقي صعب جدا نحدده. القاهره من ايام الفراعنه، واكيد طبعا اهرامات الجيزه لو احنا بنتكلم على الجيزه المتاخمه للقاهره فدليل على ان هذه المنطقه كانت يعني مبنيه منذ الاف الاف السنين. لكن لما نتكلم على القاهره الحقيقيه اللي تم فعلا بداية من الفتوحات الإسلامية وصول عمرو بن العاص، احنا بنتكلم في حدود 1430 سنة. بعد كده بنيت القاهرة على الجزء الأول من الفسطاط اللي بدأت في عهد الفاطميين، احنا بنتكلم في حدود 1000 سنة. القاهرة من أقدم وأعرق المدن على مستوى العالم، كانت تسمى مدينة الألف مئذنة، فيها كثير من الجوامع. طبعا احنا عندنا القاهرة الفاطمية عارفين شكلها ازاي، تم تطوير بعد كده القاهرة الخديوية في عهد أبناء محمد علي. عندنا عاصمة، عندنا مدينة ذات عرقات مختلفة زي ما بيسموهم برا المدن الكوزموبوليتن أو المتعددة الأعراق متعددة الثقافات. هذه القاهرة اللي أصبحت عاصمة لمصر بعد الازدياد السكاني وبعد الضغوط عليها والمركزية اللي حصلت في السنين الكتيرة اللي فاتت، تمام، كان يجب إعادة تأهيل مناطق كتيرة منها ونرجع نرفع القيمة الثقافية لهذه المدينة. هنتكلم النهاردة على 35 مشروع لتطوير التطوير العمراني للقاهرة والجيزة، وهيكلف 260 مليون جنيه. هذا التطوير شفنا مناطق زي تل العقارب، مناطق زي الزاوية الحمراء، تدخلات لرفع المعيشة للسكان هناك. الناس اللي كانت عايشة تحت الأرض بقت عايشة في مباني محترمة آهلة، يعني مؤهلة إن هم يعيشوا فيها بشكل آدمي. هل ده بس ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع الدكتورة رندا جلال حسين، أستاذة التنمية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. اسمح لنا بس نطلع للمشاهدين يشوفوا تقرير سريع حوالين الموضوع ونبدأ في حوارنا. تفضل. ومن داخل مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، استعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مساهمات الجهاز في النهوض بالمناطق العشوائية من خلال برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بمصر ومحافظة القاهرة والجيزة عامة ومنطقة الزاوية الحمراء خاصة. احنا بنتكلم عن اتفاقية اسمها اتفاقية التطوير الحضري لأربع مناطق، اتنين في محافظة القاهرة واتنين في محافظة الجيزة. المنطقة الأولى اللي في محافظة القاهرة اللي احنا بنزورها النهاردة اللي هي منطقة الزاوية الحمراء. يمكن زي ما حضرتك قلت احنا تم تخصيص مبلغ حوالي 62 مليون جنيه لمجموعة من مشروعات تطوير البنية الأساسية في منطقة الزاوية الحمراء. هذه المشروعات التي بتتبناها الدولة من ناحية من خلال جهاز تنمية المشروعات أو من خلال أي جهة أخرى بتسهم حقيقي في إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة لهذه المجتمعات. يقوم جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء لتحسين أوضاعها المعيشية بإجمالي تمويل قدره 62 مليون جنيه، مقدما كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتطوير مدرستين وسوقا للخضر والفاكهة ومواقف للميكروباص وتدريب ما يزيد عن 150 سيدة وفتاة على أعمال الحياكة وصناعة الحلي وتدوير المخلفات المنزلية. أقل من شهر عملنا تدريب لحوالي 135 فرد، قدروا ان هم يبتدوا اعمل. في جزء منهم اشتغل في مصانع وفي جزء منهم اشتغل في البيت. والله هم علمونا هنا حاجات كتير زي شغل الديكوباج، زي ما هي قالت حاجات ممكن زي بوكس كده ممكن نشيل فيه الاكسسوارات بتاعتنا ونحتفظ بيها، وممكن حاجات زي كده نعلقها مثلا كتابلوهات تبقى شكلها جميل في البيت. ساعدونا بكل حاجه، كانت كلها مجانا، يعني ما غرموناش اي حاجه، لا مواصلات ولا مكان ولا اي حاجه. جدير بالذكر ان جهاز تنميه المشروعات ينفذ برنامجا للارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططه بمنطقتي الزاويه الحمراء وعزبه خير الله بمحافظه القاهره ومنطقتي ارض اللواء وميت عقبه بمحافظه الجيزه بتمويل من الوكاله الفرنسيه للتنميه كمنح من الاتحاد الاوروبي. سباق مع الزمن تسعى فيه الدوله جاهده لتطوير المناطق العشوائيه في مصر، والتي تاتي ضمن برنامج التطوير الحضري للمناطق العشوائيه وتحسين الاحوال المعيشيه فيها. من امام مكتبه مصر العامه بالزاويه الحمراء، عبد الحميد صقر، النيل.
طبعا استمعنا لهذا التقرير، شرح لنا ايه فكرة التطوير، وشفنا الناس اللي تم تحويل حياتهم بشكل كبير، مش بس في مساكن جيدة عشان يعيشوا فيها بشكل آدمي، لا، إعادة تأهيل للأسر إن هم يبقوا أسر منتجة. شفنا اللي بيعملوا خياطات في البيت، اللي بيعملوا تابلوهات في البيت، وكمان طوروا الموضوع، في ناس بدأت تعمل مصانع صغيرة. خلونا نسأل دكتورة رندا جلال حسين، أستاذ التنمية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة. خلينا نبدأ من الأول شوية. يعني أنا قلت في البداية إن القاهرة من المدن القديمة على مستوى العالم، ودي معروفة، يعني فكرة إن إحنا نرفع القيمة الحضارية للقاهرة تاني زي ما أنت قلتي لي قبل الحوار، إزاي؟ طبعا مدينة القاهرة هي عاصمة عالمية، يعني بتدخل في التصنيف العالمي في تركز الاستثمارات فيها، وهي مصر دولة قديمة يعني. نعم. فالعاصمة هي بتمثل حلقات للتاريخ، فبالتالي احنا عندنا القاهرة الفاطمية، من قبل كده، من بداية الفراعنة عندنا في أهرامات الجيزة، ويعني كان ليها وضع ان هي كانت تبقى محطة من محطات الحضارة الفرعونية. اوكي. بعد كده ايام الفتح الإسلامي، وبعديها لحد العصر الحديث بتاع القاهرة الخضراء، وقبلها يعني حتى مرور العائلة المقدسة على المنطقة. فكل فترة من الفترات التاريخ او هي بتمثل حلقة من حلقات التاريخ. فعشان كده التنوع اللي فيها الثقافي والحضاري بيمثل حلقات تاريخ مختلف. مع الضغط السكاني زي ما حضرتك ذكرت، والقدم بتاع مدينة القاهرة، وان هي عاصمة، حصل لها نوع من الضغوط العمرانية والاقتصادية وهكذا. طب مع الاتجاه الجديد دلوقتي في الدولة، بتخرج خارج الوادي والدلتا وتبتدي تعمل عاصمة إدارية جديدة وتعتمد مدن جديدة، فبتنقل بعض الأنشطة اللي هي إدارية برة علشان ترفع القيمة الحضارية للقاهرة، لكن هتظل القاهرة هي العاصمة الثقافية. أدام بتمثل حلقة من حلقات التاريخ، مجموعة من حلقات التاريخ، يبقى أنا عايزة أتمشى في القاهرة الخديوية، عايزة أشوف القاهرة الفاطمية. طبعا لما بيحصل خلل في جزء عمراني في بعض المناطق دي، بيشوي الجزء التاريخي ده، فتعمل الدولة، فبتبتدي تطرح مجموعة من المشروعات لرفع القيمة الحضارية والثقافية. المشروعات دي بقى يا إما بتخش تطوير عمراني، يا إما بتخش يعني ليها كذا جانب. جانب خاص بالمجتمع، أرفع كفاءته وقيمته وأدربه وأوجد له فرص عمل، ده شق. الشق الثاني رفع البنية الأساسية، الطرق والمية والصرف واللي هلكت، يعني حصل لها إهلاك نتيجة الضغط أو كده، أو ما فيش بعض الأطراف سكن فيها ناس وما كانش عشوائيات وهكذا، فما كانش فيها الانفراستراكشر. فالدولة بتخش بمجموعة، بحزمة متكاملة، بحيث تحقق رفع للكفاءة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. طيب احنا طبعا شفنا قبل كده المناطق الغير آمنة وتم تطويرها بشكل كبير، تل العقارب، يعني كذا حتة. زاوية الحمراء مثلا، لو خلينا نتكلم على اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، زاوية الحمراء وعزبة خير الله في القاهرة، ميت عقبة وأرض اللواء في الجيزة. زاوية الحمراء معروفة من زمان ومن قدم ان هي مناطق للصنايعية، ورش الإزاز، ورش النحاس، ورش الحاجات اللي احنا الانتيكات اللي بيروح خان الخليلي عارف ان الحاجات دي جاية من الزاوية الحمراء. دي مناطق زي ما حضرتك قلت كده حصل فيها تكدس كبير، وفي نفس الوقت بقت مناطق ضيقة وعايزين نعيد تأهيل السكان فيها. شايفة المشروعات دي فكرة ان احنا نبني للناس مناطق آدمية ان هم يعيشوا فيها، دي داخلة في رفع كفاءة المنطقة عمرانية. يعني في بعض المناطق بتتنقل، أو زي ما حضرتك ذكرت اللي بيبقى مسؤول عنها صندوق تطوير العشوائيات للمناطق غير أمنة، هو مناطق ما فيهاش بنية أساسية والعمران متدهور، دي بينقلوهم لمكان أفضل، ويمكن ما بينقلش معاهم خالص، حتى العفش بتتكفل بيه الدولة. لكن في بعض المناطق هي ذات تاريخ وغير مخططة، يعني شبكة الشوارع مش منظمة، المية والصرف مش مخدومة لبعض المناطق دي، بترفع الدولة هنا بتتدخل بنوع من رفع الكفاءة، ان انا اعيد تخطيط هذه المناطق، انظم العمران فيها، اهيئ السكان، يبقى في تدريب وتأهيل، تدريب مهني، احتياجاتهم ايه. فعشان كده في جزء مشاركة للسكان، بيشتكوا من ايه، من بعض الخدمات، او هم محتاجين ايه. فعشان كده المشروعات دي اللي هي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله او ميت عقبة او ارض اللواء،
الصندوق جهاز المشروعات بينزل بمشاركة السكان، بيحددوا احتياجاتهم خدمية أو عمرانية أو بنية أساسية، وفي نفس الوقت في الجهاز ده بيدي قروض طبعا. إيه المشروعات اللي تبتدي تشتغل، فهي وقبل القروض تدريب زي ما شفنا السيدات وتأهيل. اللي كانوا يعني مثلا اللي عنده استعداد يشتغل في الخياطة، اللي عنده استعداد يشتغل في حاجات أنتيكات أو الكلام ده، بنشتغل بقى على مستوى الأسرة أو مستوى الورشة الصغيرة أو كده، بقى المنزل أو الأسرة وحدة منتجة تمام، فده تدعيم للناحية الاقتصادية. الأسرة كلها منتجة يعني منتج. ممكن الست وبنتها أو ابنها وهي قاعدة في بيتها يبقى ورشة صغيرة، وممكن تبقى تكبر شوية تبقى مصنع صغير لو هي وجارتها مثلا أو حاجة زي كده. دي نوع من فرص العمل طبعا، وهي قاعدة في بيتها تقدر تشتغل ده، أو لو هيشتغلوا في ورشة صغيرة يبقى بتأهله نفس الفكرة، والسيدات والرجال نفس والشباب، فهي حزمة متكاملة. ما أقدرش أنمي عمرانيا، يعني ساعات التنمية العمرانية أو أن أنا أخش أرفع كفاءة الانفراستراكشر أو البنية التحتية أو والعمران مش كفاية، لأن هو ما عندوش فرصة عمل، فبيبقى أحد المداخل أو إن أنا الناس ما هياش يعني عاشوا في أماكن واتبهدلوا بشكل كبير، فهم مش هيحافظوا على الأماكن اللي هم فيها، هنضطر ان احنا نرفعهم ثقافيا واجتماعيا عشان واقتصاديا علشان مرتبط ببعض، كله مرتبط ببعض. طيب بما ان حضرتك استاذ تنميه وتخطيط عمراني، التخطيط العمراني في مصر تم اهماله فترات كبيره، بس القياده السياسيه مهتمه بيه بشكل كبير، واحنا شايفين احنا عملنا عاصمه اداريه بشكل مخطط على يعني سكيل يمكن ما تخططش في اماكن كتيره في دول كبيره. فكره التخطيط العمراني عشان ارجع اطبق على مدينه زي القاهره قديمه قوي في مناطق قديمه قوي، هنا دايما الناس هتسال طب احنا هنهدي القديم ولا هنبني الجديد، ولا يعني زي ما انت بتقولي شوارع متهالكه، عايزين نعمل انفراستراكشر بصح بشكل كويس. هنا التخطيط العمراني بيقول لنا ايه؟ العلم نفسه بيقول ايه؟ لا، في مداخل كتير وفي اساليب كتير للمعالجه. مناطق زي القاهره فيها مناطق تراثيه ومناطق اثريه ومناطق كذا، ليها اساليب في العلم ازاي احافظ عليها. في اساليب حفاظ وارتقاء، من الاسم الاسلوب ان حفاظ وارتقاء، ان انا بحافظ على القيمه المميزه او الاثريه او الحضريه. ليها علوم كتيره بيدخل فيها مجالات كتيره، من اول الاثار والترميم والحفاظ فيها، ازاي احافظ ده. في مؤسسات عالميه كتير زي مثلا لما عملنا حديقه الازهر، وده احد اساتذتنا الدكتور ماهر السينو اللي عملها مع الاغا خان، اهي منظمه عالميه بتبتدي تتعامل. ده كان يعني مجمع للقمامة للقاهرة، دلوقتي أصبحت مكان مفتوح وحديقة مفتوحة على مستوى عالمي زي ما الكتب بتقول، إزاي أعمل لاندسكيب وإزاي النباتات وأنواعها، ومركز ثقافي واتدرست على أعلى مستوى، وتخدم وفي ميزة نسبية لأهل الحي للدرب الأحمر اللي حواليها أو المناطق دي، إزاي أحول في قلب منطقة فيها أثار أو كده وفيها نقطة ضعف أو سلبية زي مقلب قمامة، أحوله لمزار يعتبر دلوقتي على مستوى القاهرة أو على مستوى اللي أنا لازم أزور حديقة الأزهر. كان في بعض الناس يعني قالوا زمان إن إحنا مثلا عايزين منطقة مصر الفاطمية دي نطلع منها المحلات اللي شغلاها، المباني الجديدة ونهدها ونحافظ على الأثار اللي فيها، نرممها تبقى منطقة تاريخية مفتوحة ما يدخلهاش عربيات، بقى يدخلها السياح، بقى يبقى في حاجات زي ما بنشوف بره كده، عربيه كهرباء تبقى غير ملوثه للبيئه، نشيل يبقى في ورش معموله بشكل قديم زي المناطق بتاعه الخياميه بتاعه زمان، حاجات كده يبقى منطقه حضاريه زي ما بيقولوا مفتح متحف حضاري مفتوح. ده سهل ان احنا نعمله؟ سهل، لان احنا ابتدينا بشارع المعز وابتدى فعلا اتوضب بهذا الشكل، بس هي برضو عايزه ثقافه مجتمعيه. تمام. ان انا احس ان الاثر ده او الشارع ده ملكي، وهو ده اللي بيميزني في العالم. انا لما بنسافر بره اي حاجه بسيطه جدا بيعملوا عليها تور سياحي، ان هو حقيقي ده انت ممكن تلاقي حجر واقف كده اهوت يقول لك ده من العصر اللي مش عارف ايه، وحواليه سور والناس بتروح تزوره. طب احنا كم اللي عندنا هايل جدا، احنا تقريبا عندنا ثلث اثار العالم، عشان عايشين فيه احنا مش حاسين بالقيمه الحضاريه بتاعته، فده لازم في التعليم، ولازم برضو المجتمع المدني
لازم الجمعيات والأهلية والكلام ده كله، أهالي المجتمع لازم يحافظ على الحجر ده، مش أرمي جنبيه القمامة أو كده. عندنا كم قبطي وإسلامي وفرعوني وكل العصور، كلها أماكن متداخلة. يعني لو حضرتك مشيت في القاهرة الفاطمية أنت بتحيي المجمع الأديان اللي عندنا عند جامع عمرو والكلام ده كله، ده لازم يكون مفتح، يعني متحف مفتوح للسياح ولينا احنا كمصريين. يعني طبعا اولادنا مش عارفين مصر، يعني ما بيزوروش الاماكن دي الا قليل جدا. فانا يعني من هنا انا عايز ادعو الشباب والرياضه والتضامن الاجتماعي والتعليم ان هم يعملوا رحلات للاطفال بتوعنا ان يشوفوا مصر، يشوفوها مش مستوى القاهره بس، حتى عندنا في الدلتا، عندنا سن الفيوم، سن الحجر الشرقية، كل الدلتا في الأماكن دي. فلازم إحنا كمجتمع مصري نحس الأطفال من صغرهم إن ده ليه قيمة، وإن إن ده جزء من حلقات التاريخ لازم أحافظ عليه. فمش تطوير عمراني بس، ومش تطوير، لا، لازم تكون ثقافة مجتمعية. بس إحنا ساعات بنضطر إن إحنا نفضي، يعني مثلا لو إحنا جينا اتكلمنا مثلا على القاهرة الفاطمية، يعني الدراسات اللي اتحطت قبل كده مثلا اطلعت على دراسه منهم قال لك لازم نفضي البيوت اللي اتبنت جديد، نخف الحمل اللي موجود من الناس، يبقى الناس دول مش ساكنين هنا، يبقى لهم مكان رزق لان هو ده مرتبط بيهم. لكن نطور بشكل حقيقي، ايه المشكله لما نديهم اماكن جديده وتعالوا افتحوا محلات، بس هنعمل ده بشكل مفتوح او بشكل بتاع. ابتدت فعلا الدوله، يعني مثلا عند سور مجرى العيون والمدابغ ابتدت تتنقل ويتحط نظام جديد للورش والمدابغ. هنا بقى بيحقق اشتراطات صحيه وبيئيه، يعني كانت المدابغ مأثره على المناطق اللي حواليها او كذا. فاحنا قبل ما بينقلهم ويشيلهم بيكون موفر لهم مكان. انا لازم لما قيد وامنع ابتدي افتح الاول، اعمل البديل، وبعد كده بقى بعيد تاهيل هذه المناطق واعيد. مثلا يعني سور مجرى العيون هو بينقل المياه من مجرى النيل. صحيح. للقلعه. دي قصه، ده انا لو عملتها بانوراما ده تحكي مزار، ده مزار تحكي ده واعمل نطاق حمايه. المشكله عندنا ان المناطق الاثريه او الثقافيه او التراثيه ما بعمل لهاش نطاقات حمايه، ما حدش يقرب لهذا الزون، ما جيش مناطق عشوائيه تتطفل على هذا المكان، تبقى طفيل، يعني تتطفل على المكان وهي مش حاسه بالقيمه بتاعته. طبعا هو احتياج فرصه عمل واحتياج سكن واحتياج خدمات هتبتدي توفرها الدوله في اماكن صالحه لده. ونعيد بقى استخدام الفتره، لان مصر مرت بظروف كتيره جدا وحروب وهكذا، ما كانش التخطيط في بعض الاماكن، مع ان كانت القاهره مخططه من ايام الخطط التوفيقيه او كده. الطفرات اللي حصلت وحصل تعدي على هذه الأماكن احنا بنعالجها دلوقتي، بنشوف أماكن جديدة يبقى فيها فرص عمل ويبقى فيها تأهيل للسكان، وفي نفس الوقت أعيد إحياء هذه المناطق التراثية والتاريخية، وابتدي بقى أدخلها في البرنامج السياحي للدولة وتتسوق عالميا كويس جدا. يعني طبعا ده مهم جدا، ونخش في المنظومة ان انت لما هتيجي القاهرة انت مرتبط بحاجات بالقاهرة والجيزة والاماكن تانية، وبعدين نطلع على الدلتا ونرسم خريطة جديدة بقى للسياحة في مصر. الورش في حد ذاتها وهي شغالة دي سياحة. طبعا في ناس بتحب تتفرج على الحاجات دي، ازاي بتصنع، يعني ازاي بيعملها، لما تروحي مثلا المغرب، لما تروحي تونس، لما بتروحي الحاجات اللي هي اللي بيعملوا فيها الحاجات اليدوية دي، ده فعلا متحف. انت بتتفرج على الناس بتعمل الحاجات دي ازاي. لو وقفتي قدامهم 10 دقايق، احنا عندنا صناعه الفخار، عندنا صناعه الازاز، عندنا الحلي، عندنا النحاس، عندنا حاجات كتير قوي. لو اتعملت بشكل زي ما حضرتك قلتي عليه، يبقى زي ما بنتكلم كده احنا بنعمل متحف مفتوح حي. ازاي ننقل ده برضو لمدن تانية بقى غير القاهرة؟ احنا عندنا مدن كتيرة، عندنا الخميم، عندنا سوهاج، عندنا الأقصر. اعمل حلقة بقى، انت ما فيش محافظة في مصر ما فيهاش جزء هيبين فيه. زائد ان في جهود بتعملها زي جهاز التنسيق الحضاري، اللي هي المباني بقى الحديثة اللي ذات قيمة، اللي كانت فيلات او حاجة ليها قيمة، ازاي تتوظف، ازاي تعمل فيها نشاط وعوض السكان عن هذا الكلام عشان احافظ عليه. كل دي جهود لازم تتضاف، يعني الاجهزه كتير عماله تشتغل، هو حد بقى يدفر الجهود دي كلها مع بعضها. تمام. بحيث ترتقي. الحاجه الثانيه برضو اللي من ضمن المشروعات اللي معموله في القاهره،
اللي هي إعادة هيكلة الأسواق اللي هي عشوائية موجودة طبعا. إزاي تتنظم وإزاي تكون فيها تخصص الميكروباص أو مواقف الميكروباص والكلام ده كله يبقى جزء من السياحة يعني السوق يبقى جزء من السياحة وليس إن هو يبقى فيه الزحمة والتكدس والكده. فعملية التنظيم دي برضو عايزة تأهيل من المجتمع نفسه يعني التاجر بيحس إن هو مش هيبيع بضاعته لما يبقى في وسط الشارع لو على جنب محدش هياخد لا فيعني هي عايزه برضو تدريب مجتمعي مع العمران والثقافه وده اللي احنا بنقول عليه التاهيل المجتمعي التأهيل. وده مهم جدا وده دور الاجهزه المدنيه او الجمعيات الاهليه يبقى التعاون ما بين الحكومه والاجهزه الحكوميه والاجهزه المدنيه لان هم برضو متدخلين مع بتاع والافراد طبعا تمام. انا بشكرك دكتوره رندا جلال حسين استاذه التنميه والتخطيط العمراني بجامعه القاهره بشكرك على وجودك معايا. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم ده كان حوارنا الأول. دعونا نخرج إلى فاصل سريع وبعده أهم أخبار الاقتصاد مع الزميل شهاب شعلان ثم يلي الحوار الثاني في هذا الصباح.